بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدبل لينكد ليست كيف إنه كل نود مكونة من 3 أجزاء، جزء البيانات وجزء previous وجزء next element، بالإضافة لتو references، مش رفرنس واحد، تو references. reference بربط النود مع النود التالي بنسميه next، reference بربط النود مع النود السابقة بنسميه trailer. بالأول ورانا إن تو لينكد ليست فيها header تريلر هيد وتيل مؤشرات عادية. بعدين حكيت لك أنا عشان أخفف حالي، إذا بتتذكر المحاضرة الماضية، أنا هسا لو بدي أضيف بالبداية بديش أربطها بنود سابقة، بس بدي أربطها بالنود التالي، صح؟ إذا بدي أضيف بالوسط بدي أربطها بسابقة وتالية، إذا بدي أضيف بالآخر بدي أربطها بسابقة وبديش أربطها بتالية. طب أنا عشان أخفف حالي وأخلي إنه الربط between two nodes، حكيت لك الهيد والتيل بديش أعملهن مؤشرات عادية، شو عملت؟ عملت nodes، two nodes dummy nodes، صح؟ nodes عادية فيها element وhead وprevious ونext وسميتها header، ونode عادية سميتها trailer فيها previous element ونext. بس التريلر استخدمت منها بس البريفيوس، بس جزء البريفيوس خليته يأشر على آخر نود، والهيدر استخدمت منه جزء نيكست فقط خليته يأشر على النود التالي. وحكينا الهيدر والتريلر هذول هن يوزفل فور انسيرشن اند ديليشن. طب ليش يوزفل فور انسيرشن اند ديليشن؟ لأنه صار هسا أنا بديش أحكي إذا بدي أضيف بالبداية أول نود، إذا بدي أضيف بالوسط، إذا بدي أضيف بالنهاية، خلص أنا بدي أضيف بين تو نودز. طب كيف تو نودز؟ ما هي الهيدر صارت نود، حكيت لك هي نود بس دمي. شو يعني دمي او سنتينل او جاردز؟ حكينا لانه ما فيها بيانات، ما فيها ديتا، لن ما حطيت فيها ديتا، بس استخدمتها كانها نود وهميه راح تربطني بالنود الاولى. وكذلك التريلر استخدمتها كنود وهميه ما بتحتوي على بيانات، دلتني على النود الاخيره. نشوف الامبلمنتيشن. حكينا النود عدلنا على كلاس نود، شو التعديل اللي كان على كلاس نود؟ شو التعديل اللي كان على كلاس نود؟ طبعا احنا بلشنا نكتب ولا لا فيها؟ عدلنا على class node. بلشنا. طب ليش وين راح؟ طيب خلينا نبلش اللي هو الكلاس دبلي لينكد ليست. دبلي لينكد، على فكرة دبلي لينكد كان عملوا نون بابليك كلاس وعملته هو بيس كلاس، راح يورث كلاس الدي كيو، هعمل منه الكلاس الدي كيو، عرفنا بداخله الكلاس اندرسكور نود. النود حكينا راح تتكون من 3 أجزاء اللي هي سلوتس، تساوي
سلوتس هيك بنكتبها، لا underscore underscore slots underscore underscore تساوي، حكينا في عنا element وفي عنا جزء previous ref وفي عنا جزء next. طبعا ما حطيتش ال underscore، إذا ما حطيتش عادي بستخدم بدون underscore بتكون public، بس إحنا لا بدنا إياهن protected، لهيك راح أحط underscore previous underscore next. بعدين عنا ال constructor، constructor ال node init underscore underscore بيستقبل self و element previous ref فاصلة next وسند self dot underscore element يساوي ele self dot underscore pref يساوي pref self dot underscore next يساوي next. ومن إذا ما بعثت قيم للبريفيوس والهاي تكون نان، ممكن أحدد هون يساوي نان والنكست هون يساوي نان، هيك أفضل يكون إذا ما بعثت قيم. بعدين خلصنا من الكلاس نود، نعرف الكونستراكتر للكلاس دبلي لينكد ليست. شو هو الكونستراكتر؟ كيف بدي أعمل؟ راح أعمل سيلف، فقط بستقبل سيلف، راح أعمل initialize the doubly linked list to empty linked list. طب كيف بدها تكون empty؟ شوفوا شو راح أحط فيها إذا كانت empty. راح أحط فيها الهيدر والتريلر. إذا كانت فاضي شو راح أحط فيها؟ الهيدر والتريلر. طب شو هن الهيدر والتريلر؟ هل هن references؟ أقول self.header يساوي none؟ لا، الهيدر هو node. حكيت لك الهيدر node والتريلر node، بس أنا ما استخدمت منهن الأجزاء كلها. الهيدر استخدمت منه فقط النكست، والتريلر استخدمت منه البريفيس. طب عشان يكون هيدر نود سيلف دوت اندرسكور هيدر يساوي هيدر يساوي سيلف دوت اندرسكور نود، شوفوا دوت اندرسكور نود، عملت كل القيم بالبداية نان نان نان. طبعا النان والنان الثانيات بقدر ما احطنش، ليش؟ لانه في الهم قيم افتراضيه. هاي النان الاولى بعثت لها الاليمنت، البريفيوس والنكست راح يكون النان. كذلك سيل دوت اندرسكور تريلر، شوفوا التريلر ما قلت تساوي نان، قلت سيل دوت اندرسكور نود، هي نود التريلر هي نود. كذلك طب لمين هاي بعثتيها النان؟ هاي للاليمنت لانه ما الها قيمة افتراضية، الـ previous والـ next هن قيمهم الافتراضية نان، يعني هيك كأني انشأت نود كل الـ element والـ next والـ previous نان نان نان. طب إذا كانت فاضية ما فيش عندي غير الـ header والـ trailer، الـ header dot next لازم يأشر على الـ trailer، إذا كانت فاضية الـ header dot next بيأشر على الـ trailer والـ trailer dot previous بيأشر على الـ على الـ header، كلهم يأشرن على بعض، two nodes بيأشرن على بعض وما عندي داتا. شوفوا شو راح اعمل، سيل دوت اندرسكور هيدر يساوي سيل دوت اندرسكور تريلر. طب ليش ربطتن ببعض؟ بعدين سيلف سيلف دوت هيدر وين دوت نيكست؟ شايفين اللي اشتغلته غلط، سيلف دوت اندرسكور هيدر دوت اندرسكور نيكست، النيكست بالهيدر خليه يأشر على التريلر. self dot underscore trailer dot underscore brief شو يساوي؟ يساوي self dot underscore header. بعدين size راح اعمل self dot underscore size يساوي صفر. هيك بتكون ال doubly linked list، linked list فاضية فيهاش غير تو نوتس دامي هيدر وتريلر، وهدول بيأشرن على بعض. كيف خليتني أشرن على بعض بعد ما أنشأت النوتس الهيدر والتريلر؟ ما
راح ما في هندات، هلا هيك سميناها هندامي او جاردز او سنتينل. الهيدر دوت نيكست خليته يساوي التريلر، والتريلر دوت بريف يساوي الهيدر. نوريك اياه هون، شوفوا كونستراكتر الدبلي لينكد بيس كلاس، لاحظ عملوا البيس وعملوا نون بابليك لانه هذا ما راح يستخدمه، راح يستخدمه مع الدي كيو. مع الديك راح نعمل ديك يرث من الدبلي لينكد بيس كلاس. سيلف دوت اندرسكور هيدر يساوي سيلف دوت اندرسكور نود اوف نون فاصل نون فاصل نون. انا ليش ما حطيتش النون ثلاث مرات؟ لاني حطيتها بس للاليمنت، وكنت عامل البريفيوس والنكست تلقائيا، اذا ما حددتني يكون النون، هيك حطيت النون مره واحده. سيلف دوت اندرسكور تريلر يساوي سيلف دوت اندرسكور نود كذلك نون نون نون. هاي النود الهيدر فيها ثلاث اجزاء نون، والتريلر ثلاث اجزاء بالبدايه نون، بس لازم اربطهم ببعض. هسا خطوه الربط سيلف دوت اندرسكور هيدر دوت اندرسكور نيكست يساوي سيلف دوت اندرسكور تريلر، سيلف دوت اندرسكور تريلر دوت بريفيوس يساوي الهيدر، يأشر على السيلف دوت اندرسكور هيدر. النكست بالهيدر اشرت على تريلر، والبريفيوس اشرت على الهيدر. ليش؟ لانه هسه حاليا ما فيش ولا نود، قول لي هاي في تو نودز، لا هذول وهميات، هذول راح يفيدني باشياء اخرى. سيلف دوت اندرسكور سايز يساوي زيرو. طيب عندنا اللين فانكشن والاز امتي، هاي داف لين اوف سيلف ريتيرن سيلف دوت اندرسكور سايز، يرجع لي قيمه السايز نفس الشيء. طب الاز امتي، هاي از امتي كذلك بتاخذ فقط السيلف بترجع. طب احنا مشينا بشابتر 7، بديش تنسوا الاشياء اللي تعلمتوها بشابتر 6. شابتر 6 تشتغل الاري والستاك والدي كيو باستخدام الليست، باستخدام الليست العاديه بتركزوا وانتم تقراوا فيها. شابتر 7 بتحطوه على جنب للامتحان امتحان الميد، لانه مش داخل بالميد. شابتر 7 مش داخل بالميد، داخل معك لحد نهاية شابتر 6. يعني شابتر 5 الأريه الدايناميك أريه تدرسوه كويس، تدرسوا كيف استخدمنا السي تايبس، وشابتر 6 الكيو والأريه والليست ستاك كيف طبقناها باستخدام الليست، تدرس كويس كل الكودات، كل كود شو بيعمل، بتطبق بتجيب، مش تخربطوا. لأنه احنا ماشيين بشابتر 7، حتى احنا متأخرين لأنه فعليا ضل علينا شابترين غير 7 وبضلش وقت بالفصل. يعني لا تحكوش إنه مثلا متقدمين إنه نروح نعمل أوف. يوم الامتحان الثلاثاء إن شاء الله فقط ما فيش محاضرة، أما باقي الأيام إن شاء الله المحاضرة ماشي. ريتيرن دكتورة لو سمحتي بس بدي أسأل، هسه راح يكون في أسئلة كثير تتبع كود؟ بدك تكون عارف كل الأشكال كل شيء، يعني مش شرط إنه لا، تتبع الكود هي جزء من الأسئلة بس ما بتغطي كل الأسئلة، هي جزء من الأسئلة، جزء على التايم كومبلكسيتي. تايم كومبلكسيتي انك توجد لكود واتس ذا تايم كومبلكسيتي، او ترتب مجموعه كودات مجموعه فانكشنز ترتب التايم كومبلكسيتي. بشابتر 5 مثلا ممكن نجيب لك على الدايناميك اري انك تتبع، ممكن نجيب لك اي من الكودات بتعمل وظيفه معينه. لهيك انت حتى الكتابه ممكن تيجيك بصيغه اخرى، بصيغه مالتيبل تشويس. إذا عملنا أي من الجمل التالية صحيحة، عبارات عبارات أقول لك بناء بالموضوع كذا، أي من الجمل التالية صحيحة، إذا عملنا كذا بصير كذا، إذا عملنا كذا. بدك تكون فاهم كل شيء، بدك تكون فاهم كل شيء بالتفصيل، وتتفصلوا المعلومات ولخصوها ودرسوها كويس وطبقوا، حاولوا تحلوا أسئلة عليها. وشابتر 7 هذا اللينكد ليست بيشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الليست، عن الأري والليست، صح؟ مناش نخربط فيه، يعني احنا اخذناه ومشينا فيه وعلى وشك نكمله، بس بدنا نحطه على جنب بعد الامتحان بتدرسوه للكويز. في كويز بس بعد امتحان الميد مباشره، في كويز بشابتر 7 لو اجلت دراسته هسه بعد ما تخلص الامتحان عشان تركز على ماده الامتحان، بتدرس بتبلش تدرس شابتر 7 عشان الكويز. شابتر 7 كمان تدرسه كويس عشان تقدر تظبط بالكويز. طيب خليني بعد الاز امتي واللين. الاز امتي واللين شايفين انه نفس الوظيفه، ما هو في سايز. الاز امتي بتكون سيلف دوت سايز ايكوال ايكوال زيرو، سيلف
أو ممكن أفحص إذا الـ header.next equal equal trailer بتكون فاضي، صح؟ إذا الـ header.next equal equal trailer self.header.next equal equal self.trailer هل بتكون فاضي ولا لا؟ أو ببحث على السايز، يعني حتى الكودات ممكن تنكتب بأكثر من طريقة. هل في عندنا شيء اسمه is full؟ أو بدعمل function is full بحكي return false، ما فيش شيء اسمه full باللينكد ليست. اللينكد ليست فيش شيء اسمه full. بالليست العادية الأري كان في full إنه هل السايز equal equal الكباسيتي، بس كنت أعمل resize عشان أظهر إنها dynamic وإنه ما فيش قيود. بس هون لا، حتى ما فيش is full نهائيا، is full always false، دائما false، بعمل return false لو كتبت function is full. طب هسا الاوبريشنز الرئيسية إن أدخل نود جديدة أو أحذف نود جديدة أو أحذف نود. طبعا أدخل نود بحاجة إني أعرف النود السابقة والنود التالية إدخال نود، لهيك رح نسمي الفانكشن insert between. شو رح نسميه؟ رح نسميه insert between، مش رح أقول insert first insert last insert at middle. طبعا لو ما فيش header وتريلر بدي أعمل insert first لحال، وبدعمل insert last آخر إشي، وinsert بالوسط لحال، أعمل ثلاث حالات لو كان ما عنديش header وتريلر. بس أنا ضفت الدمي نوت عشان حتى لو بضيف بالبداية الإضافة هو بين two notes، لو بضيف بالوسط الإضافة بين two notes، لو بضيف بالنهاية الإضافة بين two notes، صح ولا لا؟ طيب هاي الإضافة بالبداية والنهاية لما نطبق الديك، ما هي الديك ما بضيف بالوسط، يا بضيف بالبداية يا بضيف بالنهاية. طبعا هو راح يستفيد من الانسيرت بتوين هذا لأنه راح يرث من الدبل لينكد ليست، الديك راح يرث من الدبل لينكد ليست، راح يستدعي انسيرت بتوين، بس راح يحدد لي انه بين الهيدر والهيدر دوت نيكست اذا بدي اضيف بالبدايه، اذا بدي اضيف بالنهايه بين التريلر والتريلر دوت بريفيوس، تريلر دوت بريفيوس والتريلر بالنهايه. بالوسط لازم يكون في عندي مؤشر بيأشر على النود السابقه اللي بدي اضيف قبلها، ومؤشر بيأشر على النود التالي اللي بدي اضيف بعدها. طب لو في عندي مؤشر واحد مثلا البريديسيسور بقدر اضيف النود، بس بدها تصير الاوبريشنز التعبيري عن الروابط اكثر، يعني اعقد شوي. انا اذا بدي يكون مش معقد بدي احط الانسيرت بتوين بستقبل القيمه اللي بدي اضيفها بالنود اللي هي اي الاليمنت، شو بدي اضيف داخل النود؟ الاي اللي هي القيمه اللي بدها تنضاف جوا النود، ينشئ نود ويضيفها. اكيد البريديسيسور هو مؤشر او بدني عن النود اللي بدي اضيف بعدها، يعني هي سابقة بتكون، لهيك سماها بروديسور، سابقة للنود الجديدة اللي بدها تنضاف. والسكسسور اللي هي النود اللي بدها تصير بعد النود اللي أنا راح أضيفها. شو هاي السكسسور؟ هو مؤشر بدني عن النود التالية وبروديسور عن النود السابقة. النود اللي بتيجي بتيجي وسط. طب لو سألتك شو الخطوات؟ الخطوات شوفوا شو راح نعمل. هاي عنا لينكد ليست، دبل لينكد ليست، وفي عنا البريديسيسور بدلني عن النود السابقة والسكسسور عن النود التالي. أول خطوة بدك تقول لي بدي انشئ نود، أنا ما بضيف قيمة، أنا بضيف نود على اللينكد ليست، صح؟ هاي newest يساوي self.underscore node اي، طبعا هو بيكون بالفانكشن معطيك البريديسيسور والسكسسور. افترض انك انت عارف وين النود السابقة وين النود التالي. طبعا عشان تعرف من هذول البريديسيسور والسكسسور اكيد بدك تمشي مؤشرات توصلها لهالنقاط، بس احنا مفترضين انه المؤشرات موجوده جاهزه. اتفقنا لهيك؟ لما اعطيت النود، النود الجديده اللي انشاتها خزنت فيها قيمه الاليمنت اي، شوفوا كيف خزن فيها اي، وبنفس الوقت كان بامكانه يقول لي النكست بنان والبريفيوس نان، بس هو مباشره قال البريفيوس الها خليه ياشر على النود السابقه البريديسيسور. شوفوا شو اعطى البريفيوس البريديسيسور، هذا يعني النيوست دوت previous بتأشر على predecessor، والnews dot next بتأشر على successor. بنفس عملية الإنشاء حدد إنه النكست ال previous لهاي النود بيأشر على النود السابقة، والنكست بيأشر على النود التالي. بعدين عمل بعد ما ربطت هاي الروابط، لحد الآن ربطت هاي الروابط، هاي الروابط اللي بالوسط غلط، صارت هاي الروابط غلط. النود البريديسيسور لازم وين تأشر النكست إلها؟ تظل تأشر على سي ولا تأشر على النود اللي فيها تي؟ البريديسيسور دوت بعد ما عمل هاي الروابط بده يعمل البريديسيسور دوت نكست تساوي نيوست.
شوفوا البروديوسر.next تساوي newest. هاي producer.next تساوي newest. هاي بتعدل أي مؤشر؟ هذا المؤشر. إن النود B صار اللي وراها فيها T مش C لأنه ضاف نود جديدة. إذا النكست إلها لازم تصير تأشر على newest. شو كمان؟ newest.next هايها بتأشر successor.brev لازم يأشر كمان على newest. successor.brev السابق يأشر، يظل يأشر عبية؟ لا، ما هي السابقة صارت ضفنا واحدة جديدة اللي هي فيها القيمة T. هي successor.brev يساوي newest. بعدين بزيد السايز بمقدار، شوفوا كيف صارت الليست، صارت B أجا وراها نود جديدة فيها القيمة T. بعدين C بعدين D. الـ T next الـ previous إلها B والـ B تأشر next إلها على T. وزدنا السايز بمقدار واحد. طيب خلينا نعمل كود الـ insert between. شوفوا insert between نكتبه def insert underscore between بيستقبل قلنا self predecessor ممكن نسميه breadth نختصرها هيا predecessor و successor فاصلة successor حرفين C شو قلنا أول خطوة؟ أول خطوة باجي بحكي new أو newest يساوي self dot underscore node إنشأنا node اللي بضيفها فيها قيمة نسيت الـ e هون self فاصلة e فاصلة predecessor فيها قيمة e اللي بده يصل اللي بدها تصلها والب next previous إلها قيمة predecessor والنكست إلها قيمة السكسسر طيب هاي النود عملنا روابطها ربطنا البريفيس إلها عن النود السابقة والنكست عن النود اللاحقة بعدين قلنا شو لازم نعمل بريديسسر دوت underscore next يساوي new و successor dot underscore brief يساوي new بعدين زيد size self dot underscore size plus equal 1 زيد size 1 لأنك أنت عدلت على هذا الكود هيا انشأ النود الجديدة predecessor dot underscore next يساوي new successor dot underscore brief يساوي newest زاد السايز واحد ورجع newest شو رجع newest يعني رجع مؤشر بيأشر على النود الحالي اللي تم إضافتها يعني هون بقدر أحكي return new return new يعني رجع ريفرنس على النود الجديدة أعطاني مؤشر على النود اللي تم إضافتها طيب هسا على الديليت بحذف نود معينة النود هاي أكيد جاي بين تو نودز حتى لو كانت أول نود طبعا عشان أحذف أول شيء بدي أتأكد هل هي فاضية إذا فاضية فيش حذف إذا بس فيها هيدر وتريلر يعني فيهاش نودز حقيقية إذا ما راح أحذف هيك راح أفحص هل هي empty إذا empty raise exception إذا doubly linked list is empty إذا مش فاضية هاي delete node بعطيني مؤشر النود هسا بعطيني مؤشر يأشر على النود اللي بدي أحذفه ما راح يأخذ predecessor و successor لا راح يحط بس النود مؤشر على النود طب أنا بحط مؤشر اسمه predecessor أنا حطيته إذا عرفت النود بعرف النود السابقة شو البروديسسور راح يساوي؟ نود دوت بريف طب إذا عرفت النود بعرف النود التالي شو النود التالي؟
بقدر أخزنه بسكسسر، سكسسر يساوي نود دوت نكست، والبريديسسور يساوي نود دوت بريفيوس. طب ضروري أحط مؤشرات يأشرن على البريفيوس والنود السابقة والنود التالية؟ مش ضروري هو، بس عشان أسهل كتابة الروابط. يعني هسه أنا بدي أحذف هاي النود، بيأشر عليها النود. لو ما في عندي بريديسسر بدي أقول نود دوت بريف دوت نكست، دوت بريف بوديني على البريديسسور، البريديسسور النكست إلها تساوي نود دوت نكست. بس لو في بريديسسور وسكسسور باجي بقول بريديسسور دوت نكست يساوي سكسسور، سكسسور دوت بريف يساوي البريديسسور. بتكون هاي النود شو مالها؟ تعبيري عن الروابط صارت ايش؟ ها شوفوا بريديسسور دوت نكست يساوي سكسسور، سكسسور دوت بريفيوس يساوي البريديسسور. وهاي النود خلص إذا بدك تقطعها بصير تقطع نود دوت بريف يساوي نود دوت نكست ويساوي نان، والإليمنت يساوي نان عشان الجاربج كولكتر يستدعيها، بتخلي روابطها المتبقية نان نان نان، بيجي بيسترجعها الجاربج كولكتر. ولو ما عملت هاي الخطوة خلص بتصير كأنها مش موجودة لأن أنا عدلت الروابط. شوفوا كيف عملناها، سهلة صارت عملية الحذف، سهلة. بديش أقول بالبداية وبالنهاية وبالوسط، لأني وين ما بدي أحذف هي موجودة بين two nodes، بس بدي أعرف وين هي النود، بحدد البريديسسور إلها والسكسسور. أنا شوفوا def delete اسمه delete underscore node، delete node بأخذ السيلف مع نود، شو بأخذ؟ مع مؤشر اسمه نود. هذا المؤشر بيأشر على النود اللي بدي أحذفها. طب انا حددت لك هون بالفانكشن، قلت لك البريديسسور والسكسسور، ما قلت لك، انت حطه. هاي البريديسسور، البريديسسور، البريديسسور يعني النود السابقه تساوي نود دوت اندرسكور بريف. طيب السكسسور، سكسسور يساوي نود dot underscore next. هاي أنا حطيت البريديسسور والسكسسور، النود السابقة والتالية. بعدين قلنا شو الرابط البريديسسور؟ طب لو ما حطيت ما بقدر أعمل عملية الحذف؟ بقدر، بس بدي أعبر عن أصير أعبر عن الروابط بطريقة أعقد شوي. بريديسسور dot underscore next يساوي السكسسور، بعدين successor dot underscore brief يساوي predecessor. بعدين حكينا ممكن أفصل روابط النود dot underscore next تساوي نود دوت underscore بريف تساوي نود دوت underscore element تساوي نان. هاي الخطوة ليش؟ عشان أفصل الروابط، بتسهل علي عملية إيش؟ تسهل إيش؟ بتسهل إنه الgarbage collector يستعيد هاي النود، فصلت عن linked list. طب بالمرات الماضية ما كنتش أفصلها، كمان لو ما فصلتها عادي. السايز طبعا قبل ما افصل، قبل ما هاي بدي اخذ قيمه الاليمنت، لانه اي نود بحذفها لازم شو؟ اي نود لازم ارجع القيمه اللي كانت فيها، تساوي نود دوت اندرسكور، تساوي نود دوت اندرسكور اليمنت. واخر شيء بحكي له سيل دوت underscore size minus equal one return ELE القيمة اللي كانت. هذا كله بحالة انها كانت not empty. انا بالبداية كان المفروض افحص هل هي empty، if self dot is empty قبل ما احذف دائما شو ما كانت linked list او array لازم تفحص دائما لما تيجي تحذف اي عمليه حذف هل هي فاضيه
إذا فاضية ريس exception، قلنا يا إما exception أو بكون عامل class empty. أنا مش عامل class empty لهيك راح أسميه exception اللي هو المور جنرال. إذا doubly linked is empty، doubly linked is empty else، أو إذا لا. طبعا هون مش بحاجة ل else، ليش مش بحاجة ل else؟ لأنه هو ما رح يصل لهذا الكود إلا إذا كان not empty، لأنه إذا empty بيعمل raise exception بيطلع بيوقف، صح ولا لا؟ رح يطلع من التنفيذ كله. شفنا delete node سهلة ولا صعبة؟ فاهمها ولا لا؟ شوفوا الديليت نود، اعطيته بس انا اعطيت الفانكشن النود اللي بدي احذفها، مؤشر بيأشر على النود اللي بدي احذفها، هاي نود هو مؤشر بيأشر على النود اللي بدي احذفها. انا حددت البريديسيسور والسكسيسور، البريديسيسور راح يكون النود دوت بريفيوس والسكسيسور النود دوت نيكست. بعدين عدلت الروابط، بريديسيسور دوت نيكست يساوي السكسيسور، والسكسيسور دوت نيكست بريفيوس يساوي البريديسيسور. وهاي روابط النود هاي كسرتها، كيف كسرتها؟ عملتها كلها نان، ال previous وال event وال next خليت ال none عشان ال garbage collector يستعيدها. بعدين زدنا نقصنا size بمقدار واحد، أخذت القيمة الموجودة بالنود element يساوي node.element عشان أعمل آخر شيء return element. دائما لما أحذف نود برجع إنه القيمة اللي كانت فيها. شوف هاي delete node return element، وعمل بعد ما أخذ ال element عمل node.previous.next.element، طبعا كل واحد لحال يساوي node.next يساوي node.element يساوي none، ورجع القيمة الموجودة فيها. لو سألنا عن التايم كومبلكسيتي، بما انه مجموعة من الخطوات لا فيها دوران ولا فيها شيفتنج، شو بعمل؟ تايم كومبلكسيتي O of 1. وكذلك الانسيرت بتوين التايم كومبلكسيتي O of 1، لان انا انشأت نود وربطته مع هاللينك بمكان معين. لو اخذنا انه خطوة تحديد البريديسيسور والسكسيسور بحاجة للوب راح يصير أكثر، بس إحنا مفترضين إنه الانسيرت بتوين عارف وين البروديسور وعارف السكسسور، بس هو عليه يضيف نود جديدة بالوسط. الحذف كذلك عارف هو النود اللي بده يحذفها، بس لو كان مش عارفها وبدي يدور عليها بعدين يعرفها بعدين يحذف، ممكن التايم كومبلكسيتي لا يصير all n، صح؟ شوفوا كيف الديليت، هنعمل ديليت نود insert between شفناها delete node البريديسيسور هاي حدده، هو عارف النود حدد البريديسيسور، بعدين حدد السكسيسور اللي هو تساوي النود دوت نيكست، بعدين عمل تعديل للرابط. شوفوا البريديسيسور هيك صارت الروابط، البريديسيسور دوت نيكست خليته يساوي السكسيسور، بعدين سكسيسور دوت بريفيوس يساوي البريديسيسور. بعدين اخذت الاليمنت اللي موجود بالنود نود دوت اليمنت عشان اعمل له ريتيرن، بعدين النود نفسها حطيت كل قيمها نان، نقصنا السايز بمقدار واحد، اصبحت الدبل لينكد ليست فيها اي بي سي دي، والنود اللي كان فيها تي شو تم حذفها بالإضافة للهيدر والتريلر. التايم كومبلكسيتي O of 1. طيب implementing a deck with a doubly linked list، هسا عديك ذاكرين مبدأها هي كيو عادية، بس بقدر أضيف من البداية والنهاية وبقدر أحذف من البداية والنهاية. ذاكرينها الديك أخذناها بشابتر 6 طبقنا عليها البداية والنهاية، بس بدي تتذكر بشابتر 6 لما أجى حذف أضاف بالبداية عدل الفرونت يساوي الفرونت ناقص واحد، إحنا قلنا إذا فاضية لا عدلها خليها صفر، لا بدون ما تعدل بتشتغل على كل الحالات. سالب واحد يعني زيرو ناقص واحد بصير سالب واحد، بضيفه بآخر موقع، بس آخر موقع هو رح يصير البداية. لو أجي يضيف وراها بضيف زيرو، بضيف عند الزيرو. لو اجي يضيف قبلها، لو اجي يضيف وراها بضيف عند زيرو، لو اجي يضيف قبلها بضيف سالب اثنين اللي هو قبل الاخير.
بصير الفرونت بتعدل. إذا هي بتشتغل هاي الفرونت تساوي فرونت ناقص واحد مد اللين. تتذكروا بالدي كيو قلنا إذا بالبداية إذا أول إضافة خلي الفرونت صفر، لا عادي بتشتغل على كل الحالات. لو طبقتها وجربتها راح تلاقيها أنها بتشتغل على كل الحالات، حتى لو إنه ترك مواقع فاضي وراح آخر شيء، بس بالنهاية ما هي سيركولا، يعني بهمنيش وين راح يشتغل بالأريك دي كيو. هسا هون بدي استخدم الدبلي، بدي اعمل كلاس دي كيو يرث من الكلاس دبلي لينكد بيس كلاس. شوف راح نعمل كلاس، هاي خلصنا هذا الكلاس، راح نعرف كلاس اسمه دي كيو. هذا الكلاس شوفوا بيرث من الدبلي لينكد كلاس، الدبلي لينكد كلاس راح يرث من الدبلي لينكد كلاس. طب شو هو بده يضيف؟ شو بتضيف؟ بده يضيف الاوبريشنز اللي للدي كيو. شو الاوبريشنز اللي للدي كيو؟ شو اوبريشنز الدي كيو؟ شو هن؟ الانسيرت فيرست، انسيرت لاست، ديليت فيرست، ديليت لاست. بده يستفيد طبعا من انسيرت بتوين، الدبلي لينكد في انسيرت بتوين. بس انا بدي افصل الاوبريشن، اضيف بالبدايه، اضيف بالنهايه. طب بقدر اضيف بالوسط؟ لا. بس بستفيد من insert between انه بالبدايه راح تكون بين النود الهيدر والنود هيدر دوت نيكست، بس بستدعي insert between، بس بحدد له البريديسيسور هي الهيدر والبري والسكسسور اللي هو هيدر دوت نيكست. تيجي النود اللي بالبدايه بيناتهم بعد الهيدر يعني، بس قبل النود الاولى. طيب البري اد لاست، الاد لاست بستدعي insert between، بس بحدد له انه السابقه هي التريلر دوت بريفيوس واللاحقة هي التريلر، بتصير صح ولا لا؟ استفاد من الانسيرت بتوين. طب إذا حذف، أنا بحذف من البداية أو بحذف من النهاية. طب إذا بدي أحذف من البداية فيش داعي أعطيه نود، خلص بقول له بستدعي ديليت نود، والنود بتكون الهيدر دوت نيكست إذا كانت مش فاضية. أول نود وين بتكون؟ هيدر دوت نيكست. طب إذا بدي أحذف من النهاية بستدعي نفسه ديليت نود اللي ورثه من الدبلي لينكد ليست، بس النود اللي بدها تنحذف آخر نود وين راح تكون؟ تريلر دوت بريف. بس هاي هي الامبلمنتيشن للديك. طبعا اللين والاز امتي ورثن من الدبلي لينكد ليست. في داعي ارد اعيد تعريفن بالديك؟ لاحظ الديك، الدي كيو داتا ستراكشر، هيدر، تريلر، سايز. طبعا الشغل هذا كان بالاري شابتر 6 كان اعقد شوي صح؟ كان في عندنا فرونت ناقص واحد، مد اللين اذا بدي اضيف قبل، اذا بدي اضيف بالبدايه، اذا بدي اضيف بعد الفرونت. اللي بديش تخربط شابتر 7 مع 6، انتبهوا انه تدرسوه كويس شابتر 6. اللين والاز امتي هذول ورثن من الدي كيو. في عندنا فيرست تو لاست، فيرست بعطينا القيمه اللي باول الدبلي لينكد ليست بس بدون ما يحذف، اللاست بعطينا القيمه اللي باخر نود بالدبلي لينكد ليست بدون ما يحذفها، شرط تكون مش فاضيه. اد فيرست، خلص يعطيكم العافيه خلصت المحاضره. يعطيكم العافية، الكل سجل رقمه المتسلسل واسمه. يلا يعطيكم العافية لأنه عندي محاضرة وراه.